من منا لا يعرف الفتاة التي تطوبها جميع الأجيال؟ أو بالمعنى الأدق، من منا لا يعرف العذراء مريم؟ العذراء مريم شخصية تاريخية ودينية مهمة في العديد من الأديان، وهي تلعب دورا محوريا في التقاليد المسيحية، وتعتبر مريم واحدة من الشخصيات الأكثر تجليا واحتراما في التاريخ، وتمثل رمزا للنقاء والتفاني والتضحية. وفي الكتاب المقدس تم وصفها باعتبارها أم ليسوع المسيح في التقاليد المسيحية، أم الله المتجسد. وقد وردت قصتها في إنجيلي متى ولوقا، حيث أعطيت هذه الشخصية الأمومة المقدسة والنقاء الروحي وأطهر فتيات العالم في التاريخ. وفي الإسلام تذكر مريم بصفتها والدة النبي عيسى عليه السلام، وقد تم وصفها في القرآن بأنها امرأة عفيفة وطاهرة، وقصتها تلقي الضوء على القيم والإيمان والتواضع. وهناك آية في القرآن تثبت ذلك، أن مريم أطهر وأميز النساء في العالم، إذ يقول في كتابه العزيز: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، سورة العمران الآية 42. وأيضا ذكر في الكتاب المقدس أن العذراء مريم أفضل نساء العالم في إنجيل لوقا 1:28، فدخل إليها الملاك وقال: سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. ومريم هي فتاة يهودية عادية تعيش بالناصرة، أعطاها الله نعمة الحمل المعجزي بالسيد المسيح، وقد كانت شخصية مميزة ومؤمنة وهادئة، بينما يكرمها الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية وحتى المسلمين. وهذا ما ورد في إنجيل لوقا 1:48، لأنه نظر إلى اتضاع أمته، فهوز منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، ما عاد الطائفة البروتستانتية، والتي تعتبر عقيدتهم تخالف العقيدة المسيحية في بعض الحالات، وبالأخص في دول الغرب. حياة السيدة العذراء مريم: ولدت السيدة الطاهرة العذراء مريم من أبوين من مدينة الناصرة، حيث كان يعيش والديها، وكان يوكيم من نسل داود من سبط يهوذا، كانت والدتها ابنة الكاهن من سبط لاوي. وقد مر على زواجهم ما يقارب من 50 عام دون أن يرزقوا بأطفال، حيث أن كانت أمها عاقرا، وكان هذا بمثابة عال لدى اليهود في هذا الزمان، وإنهما كان مكسوران القلب لأنهم لم يقدمان قربانا لله لأنه لم ينجب أولادا. ولما جاء الوقت المناسب وحسب التدبير السماوي، أرسل الرب ملاكه وبشر الشيخ والدها حين كان موجود فوق جبل يصلي بقوله: إن الرب يعطيك نسلا ويكون فيه خلاص العالم. ثم نزل من الجبل في الحال كان لا يصدق ما قالوا له، وأخبر زوجته بما شاهده وسمعه، ففرحت وحمدت الله ونظرت له نظرا: إن الذي ستلده يكون لخدمة الله في بيته كل أيام حياته. وكان هذا في يوم 19 من شهر ديسمبر من السنة 17 قبل الميلاد. وفي يوم 8 من شهر سبتمبر من السنة 16 قبل الميلاد ولدت مريم البتول في الناصرة، وفرح بها والداها فرحا كبيرا، والتي أصبحت من نساء العالمين. لما وصلت مريم لعمر 3 أتى بها أبواها وقدموها للهيكل لأنها كانت نظرا لله، وظلت في الهيكل حتى سن 12، وأخذها والدها الكاهن الأكبر وأدخلها قدس الأقداس بإلهام سماوي، إذ إنها يوما ستصبح قدس الأقداس لأنها صاحبة رسالة مقدسة. وفي وقت وجودها في الهيكل مات والديها. عند بلوغ العذراء أخذ الكهنة يتشاوروا كيف يتصرفون معها بدون أن يغضبوا الله، وقد قال القديس إيرينيموس أن الكهنة ذهبوا إلى تابوت العهد بصلاة قوية وطلبوا من الله أن يظهر لهم الرجل الأأهل لأن يأخذ العذراء ويهتم بها تحت مظلة الزواج. وقد صلوا إلى الله لكي ينتخبوا 12 رجلا من قبيلة داود لا نساء له أرامل، ويضع عصياهم على المذبح ويسلموا العذراء لمن تزهر عصاه، وفعلوا ذلك بالفعل، وكانوا يصلون طول الليل قائلين: ازهر يا رب الرجل المستحق للعذراء. وخلال الصباح دخل الكهنة مع 12 رجلا، وقيل إن عصاة يوسف قد أوردت وكان هو الأقرب لها، وكان سنه في ذلك الحين 80 سنة، فعلموا إن هذا هو أمر الله، وقد كان يوسف شخصا صديقا بار، فأخذها
وبكت عنده إلى أن أرسل لها الله ملاك جبرائيل ليبشرها بحملها بالسيد المسيح. وقد ظهر خضوع العذراء مريم في تقبلها لمشيئة الله، فقد كانت الفتاة مخطوبة لا تعرف رجلا. ثم أتاها ببشارة الملاك ليقول لها بأن اختيار السماء قد وقع عليها لتكون أم السيد المسيح، أم الله المتجسد. ومن هنا بدأت قصة العذراء مريم والعائلة المقدسة وميلاد السيد المسيح، القصة الشهيرة. أما عن جسد العذراء مريم وموتها وصعودها، بعد صعود السيد المسيح إلى السماء إذ كانت العذراء مريم ملازمة الصلاة في القبر المقدس منتظر ذلك الوقت السعيد الذي فيه تحل من ربطات الجسد، وأعلمها الروح القدس بانتقالها سريعا من هذا العالم الزائل. ولما دان الوقت حضر تلاميذ وعزار جبل الزيتون، وكانت السيدة العذراء مدجعة على سريرها، وإذ بالسيد المسيح قد حضر إليها وحوله ألوف من الملائكة، فعزاها وأعلمها بسعادتها الدائمة الذاهبة إليه، فسرت بذلك ومدت يدها وبركت التلاميذ والعزاري. ثم أسلمت روحها الطاهرة بيد ابنها وإلهها ومخلصها يسوع المسيح، فأصعدها إلى المساكن العلوية. أما الجسد الطاهر فكفنوه وحملوه إلى جثيمان، وفيما هم ذاهبون به اعترضه بعض اليهود ليمنعوا دفنها، وأمسك أحدهم بالتابوت فانفصلت يده من جسده وبقيت معلقتين حتى آمن وندم على سوء ما فعلوا. بتوصلات التلاميذ القديسين عادت يداه إلى جسمه كما كانت، ولم يكن توما الرسول حاضر وقت نياحتها، واتفق حضوره عند دفنها، فرأى جسدها الطاهر مع الملائكة صاعدين به، فقال لهم أحدهم: أسرع وقبل جسد الطاهرة مريم. فأسرع وقبله، وعند حضوره إلى التلاميذ أعلموا بنياحتها، فقال لهم: أنا لا أصدق حتى أعاين جسدها، فأنتم تعرفون كيف شككت في قيامة المسيح. فمضوا معه إلى القبر وكشفوا عن جسدها، وهنا كانت المفاجأة، فلم يجدوا الجسد، فدهش الكل وتعجب. فعرفهم توما الرسول كيف إنه شاهد جسد الطاهرة مريم مع الملائكة صاعدين به، وقال لهم الروح القدس إن الرب لم يشاء أن يبقي جسدها في الأرض. وكانت سنو وحياتها على الأرض 60 سنة، جازت منها 12 سنة في الهيكل، و30 سنة في بيت القديس يوسف البار، و14 سنة عند القديس يوحنا الإنجيلي كوصية الرب القائل لها: هذا ابنك، وليوحنا هذه أمه، عندما كان على الصليب. وقد بنيت أول كنيسة على اسمها بمدينة فيليب، وذلك إنه عندما بشر الرسولان بولس وبرنابا الأمم آمنوا كثيرون منهم بمدينة فيليب وبنوا فيها كنيسة على اسم البتول والدة الإله بركة السيدة العذراء مريم الأراضي المصرية، ببركة خاصة مرتين: الأولى في اختصاصها مصر للهروب إليها مع الطفل يسوع ويوسف النجار من وجه هيرودس، والثانية في تجليها في منظر روحاني نوراني داخل قباب كنيستها المدشنة على اسمها الطاهر في منطقة الزيتون وضواحي مدينة القاهرة وفوقها، وذلك في يوم 2 إبريل عام 1968 والذي استمرت لعدة ليالي متوالية. هذه هي أشرف وأطهر خلق الله، العذراء مريم. عزيز المشاهد، شكرا لك على المشاهدة. إذا كنت أول مرة تتابعنا، فضلا منك وليس أمرا قم بالاشتراك في القناة وفعل زر الجرس، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو، اكتب لنا رأيك في التعليقات عن العذراء مريم. شكرا لك على المشاهدة.